أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يجامل في أمور الدين وتكون هذه عادته فلا ينكر ويستحي من الإنكار على من يجالسهم غالبا، فهل يعد فعله هذا من النفاق؟ هذا ذكروا أنه من الشرك الأصغر، يعني كونه يخشى الناس ولا ينكر هذا من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر ترك الإنكار خوفا من الناس، هذا من الشرك الأصغر. نعم.